مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر عاجل، تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الإعلان عن الانسحاب من المشاركة في نهائيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين الشنا المقررة في الجزائر خلال الفترة ما بين 13 يناير الجارية والرابع فبراير المقبل. وأفادت مصادر مطلعة لموقع الصحيفة أن جامعة الكرة في تنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد قررت بشكل شبه نهائي عدم مشاركة المنتخب الوطني لفئة أقل من 23 سنة في البطولة لعدم توفير الشروط المطلوبة في مقدمتها ترخيص السلطات الجزائرية بفتح المجال الجوي. هذا وقد أبدت السلطات الجزائرية تعنتها في الرد على المطلب المغربي المرسل عبر وساطة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كافة، ومفاده السماح للطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية للطيران بالهبوط في مدينة قسطنطينة في الرحلة الجوية التي من المنتظر أن تقل بعثة المنتخب الوطني بعد ظهر يوم 10 يناير القادم. ومعلوم أن الجزائر كانت قد أعلنت في 23 شتنبر 2021 إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية في سياق الأزمة المحتدمة بين البلدين، حيث قال بلاغ لرئاسة الجمهورية الجزائرية حينها أن المجلس الأعلى للأمن قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.